مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو. اذا مشاهدينا الاوفياء، في هذا الفيديو ان شاء الله احاول ان اعمل دبانه صغيره. اذا لعمل هذه الدبانه اقوم بهذه المراحل. اول شيء بترتيق هذا الخيط، بعدها اقوم بإتباع الغروزات. إذن حسب ما ترون معي أحاول أن أقوم بدوران هذا الترسان من أسفلي، ثم أضرب ضربتين، ثم أقوم بالدوران، ثم أضرب ضربتين وأستمر خطوة بعد خطوة وغرزات بعد غرزات حتى إنهاء هذه الدبانة الصغيرة. التي أقوم بدورانها أقوم بحساب 4 دورات. إذا لدينا 1 2 3 4. أحاول أن أضيف ثم أقوم بوضع عين. هذه العين أضعها بهذه الطريقة التي نضع بها الضرس، مثلا عين. مشاهدينا الكرام، كل هذه الأعمال التي دخل فيها دولارات، سواء العادية أو الدولارات بالدرس أو الدولارات بالدرس ممتلئة بالعقيق السرع أو العقيق زمرد، وكل ما كل العقيق الذي نقوم بملء به الزواق المعلم، فكل هذه الأعمال فهي تسمى بالزواق. عين، هذه العين التي أضعها وأحاول أن أركز عليها لكي لا نوقع في الخطأ أو نقع في الأغلاط البسيطة، لأن هذه الأعمال الدبانات أو الدولارات أو البلغات فهي تحتاج إلى الخفة، فكلما أسرعنا كلما قربنا لننتهي من عمل القفطان أو التكشيطة أو الجلابة التي لها الزواق. إذا بعد إنهاء عمل وصنع الدبانات والبلغات كذلك إلى الدولارات، فأقوم بحدادة كل هذه المجموعة
بهذا البلاك الشعر فهو يساعد بشكل جيد. فحسب ما ترون معي وضع البليغات وغيرها على سطح أو لسان البلاك الشعر ثم الدكس بقليل شيئا فشيئا. فكل شخص يختار وضع هذه المجموعة من الزواك المعلم سواء في الهبطاء للجلابة أو القطان. فكل سيدة تختار الذوق الذي يناسبها، شكل وضع البليغات وغيرها من الزواك الذي يعطي جمالية للباس الأنيق. إذن مشاهدينا وصلنا إلى نهاية الفيديو، أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء ومع فيديو آخر إن شاء الله. وإن كنت من معجبي هذا الفيديو ما عليك الاشتراك في القناة والضغط على الجرس ليصلك الأفضل بحوله تعالى.